أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.